السلام ومرحبا بكم. إذن اليوم المباراة الثانية من أمام استاد الوكرة استاد الجنوب باش نغطيو مباراة تونس أسترالي، مباراة تجم تكون هيستوريك الحقيقة، والجمهور التونسي كالعادة مولعهم شنحة. إن شاء الله يا ربي في نهاية الفيديو نفرحوا ونمشي مع بعضنا للدوحة ولا في أسواق قطر ولا سوقيات، وإحنا محتفلين بانتصار باش يكون مهبول مهبول مهبول. دونك تابعوا معنا كل تفاصيل رحلة المشجع التونسي من اللي دخل المترو حتى إلى وسط استاد. ألو 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 أو ما زيو شغبو يولا حس لكم دو هو عرضو أكوسوبو. ألو 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 أو ما زيو شغبو يولا حل علي الجنوب الوكرة هبطنا لهم في محطة الوكرة في المترو باش نكملوا بالباص في اتجاه الملعب والمباراة المصيرية أمام أستراليا. إن شاء الله يا ربي الأولاد يكونوا في موعد على التاريخ وينورونا ويجيبوا كاليفيكاسيون هيستوريك. بريسكو وصلنا لاستاد الجنوب والوكرة والادرينالين دي يطلع والجمهور دي يحس بالأهمية الماتش اللي باش يكون ان شاء الله هيستوريك ومصيري ان شاء الله ويخلينا يحللنا الباب للدور الثاني يا رب. ان شاء الله بعد نهاية الفيديو نبداو فرحانين الناس كلهم حفلوا في تونس وفي الدوحة في كل بلاصة. الو 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 او ما زاو شغبو تسلل من عيني يا ولد تروح وروحي تتعلل. انا حبي لك برشا وروحي ولا انا وعدشا. انا حبي لك برشا وروحي ولا انا وعدشا وقلبي سلل يلا شباب مربوحه. Sorry, our Tunisia will win today. Ozzy! Ozzy! Tunisia! Tunisia! 3-0! Are you feeling a bit outnumbered here? Care about the numbers. We're just here to fight and to win. We want to get the points and get through to the next stage. والأجواء التونسية حاضرة أمام ملعب الجنوب. الطبان والسكران كأنك في تونس تقريبا. موسيقى
دونك ساي ساي الجمهور التونسي قاعد يدخل توا ما عادش برشا مازال جوج ساعة وربع هكا والجمهور التونسي ساي بدا يشد الصف وقاعد يحضر في روحه يستعمل في التيكي نتاعو في الهايا كارت باش ندخلوا ان شاء الله ونعيشوا ماتش عالمي مع بعضنا ونقولكم كل الاجواء كيفكم حاضرين كما اي قدام كل استاد تجمع تشري حاجه تشرب حاجه تاكل حاجه لانه تقسى ناس خون شويه اليوم الماتش ماضي ساعه بتوقيت قطر الحديث في تونس الناس كلها حقيقه عطشت حاب نعطيكم الاسواق مش كون اسالني على الاسواق لان الاسواق غاليه شويه بيعوا حاجه طبيعيه متوقع في استاد تقريبا دبوزه 110 ريال يعني 8000 جازوزه 15 ريال كريمة 12000 أسعار يعني عادية جدا في الملاعب لأنه يعني في الملاعب الكل حتى في تونس الحقيقة مش مقصرين الأولاد غالية برشا الأسواق زاد الهنا ثم الهنا الخلاص كان بالفيزا كارد حبوا الوظف العملية راهو كان بخلاص بالفيزا كارد مجموعة السبيس بتاع تونس لكن البنوك التونسية ام سا بيان سور ولا هذه أسواق الماكلة دونك 15 فطائر هودوك 25 صابع 17 غالية شوية ولكن عادي كاس عالم وسياح وكذا وكذي بوابتنا اللي تدخلوا منها تذكرتنا جات في البوابة رقم 5 دونك مازال أقل من ساعة الناس كل قاعدة تحضر ونجم ونقعد عادي واحدة حتى الجمهور الأسترالي اللي حضر بعد ذات مش خايف دونك سيد خلنا الملعب توا مازلنا في الكولوار تاع ستاد الوكرة تكشفوا مع بعضنا دونك الناس كل قاعدة تلوج على البوابة نتاعها باش تدخل تفرج دونك هذا هو المدخل تاع ستاد الجنوب عالمي وكالعادة بلاصتها باش تكون عالمية الجمهور التونسي بدا ساهي يتواجد وان شاء الله تكون مربوح ملعب الجنوب زاد ملعب مزيان الحقيقة بالنهار حلو ثم اللي فيه تاع النار كي نار اليوم سقس مش خايف شويه سكون لكن سافا تسلم حول الله وان شاء الله اليوم الاولاد ينورونا يشوفونا في كوا خلينا نحفلوا في قصر ان شاء الله
وعلاش انتقلوا لكل كان قدام يا رب سلام ولعبوا على نقطة القوة فيهم اللي هي لكن الجمهور مدير جات صحية ويحب يشجع كمان We'll be right back.